بشكل سريع أود أن أشكر المملكة العربية السعودية وصديقي الملك سلمان وكل الدول التي شاركت في تلك القمة التاريخية. إنها فعلا كانت قمة تاريخية. لم يكن هناك قمة من هذا القبيل من قبل، وربما لن يكون هناك قمة كذلك في المستقبل. أمل أن يكون ذلك بداية لنهاية تمويل الإرهاب، ومن ثم سيكون هذا هو بداية النهاية، نهاية الإرهاب.